على جانبي المبعوث الدولي جلس الرئيسان المشتركان للجنة الدستورية لممثلا المعارضة والنظام في حفل افتتاح أعمالها، وحولهم أعضاء اللجنة. مشهد هو الأول منذ 6 سنوات أراده بيدرسون أن يكون تاريخيا، ليعكس ما وصفه بأول اتفاق سياسي يبرم منذ بدء النزاع قبل 9 سنوات. In that spirit, let me then invite كلمات وصفت بالإيجابية رغم تخصيص رئيس وفد النظام جزءا كبيرا من حديثه عن الإرهاب، لكنه عاد وأشار إلى إمكانية توصل اللجنة لدستور جديد لا تعديل الدستور الحالي وحسب. كما أعلن موافقة النظام على أن تقتصر الاجتماعات اليومية على اللجان المصغرة فقط، إلا أن ذلك لا يمنعنا نحن السوريين من أن نجتمع بغرض النظر في إمكان إجراء أي تعديل على الدستور الحالي أو تغييره ووضع دستور جديد. موقف تلقفته المعارضة بإيجابية، ليتحدث رئيس وفدها هادي البحرة عن ضرورة التوصل لحل سياسي شامل وعادل ولكل السوريين، استنادا إلى القرار الدولي 2254. جئنا هنا من جانبنا عازمين على البحث عن أوجه التشابه بدلا من الاختلافات. انطلاقة إيجابية رغم إسراع رئيس وفد النظام للمغادرة قبل أن يرغم على مصافحة نظيره المعارض، لكن اجتماعات مغلقة كثيرة قادمة اعتبارا من صباح الخميس قد تبدد الجليد المتراكمة بين طرفي النزاع. الجولة الأولى من المفاوضات ستختتم في 8 نوفمبر القادم، بعدها ستأخذ الوفود استراحة لأسبوعين، مسار لا ينتظر أن ينتهي قريبا باتفاق دستوري، فما زالت هناك نقاط شائكة كثيرة عالقة أهمها يتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية. محمد دغمش من مقر الأمم المتحدة في جنيف، العربية.